الله على ريحة الفول وجمال الفول. يعني عايز اقول لكم طبق الفول ده ما تقولوش لعدوينكم عليه. النهارده هنعمل فطار بتاع يوم الجمعة بتاع لمة العيلة. ايه رأي حضراتكم؟ او غدا بتاع اخر الشهر. هنعمل شوية فول هيعجبوكم جدا مع بتنجان مخلل وهنظبط الدنيا. تفضلوا نشتغل مع بعض. ننزل الاول بشوية زيت. ننزل بالبصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، بصوا بقى على البصلة. ايوه كده. هزود سنة كمان صغيرة كده. هنزل بسن التوم برضو، لان التوم ده مفيد قوي حضراتكم وبيدي طعم حلو للفول. بس اللي عنده قولون وبيشتكي من التوم ممكن ما يحطوش، يحط يكفي البصلة او يكفي ان انا اعمله بتوم بس، على حسب الرغبة يعني بتاعت اللي هياكل. كده انا شوحت البصله بقى لونها ذهب يا حضراتكم. هنزل بالطماطم، اقلب الطماطم مع البصله كده. الله الله الله. رشه ملح، دايما اقول الملح حسب الرغبه يا جماعه. شويه فلفل، الفلفل بيديني طعم حلو برضو. اهم حاجة للفول حضراتكو الكمون. الكمون حق كمون ده مهم قوي للفول، بيديني طعم حلو. شوية كزبرة ناشفة. حد سألني بيقول لي حضرتك بتحب الكزبرة. الكزبرة مفيدة جدا وحلوة جدا، الكزبرة الناشفة. اقلبهم مع بعض. التسبيكة بتاعتي بدأت تستوي اهي. الله الله، ريحتها جميلة. هنزل بالفول عليها. انا جايب فول قدره والله، فول اهو، لا عليه لون ولا عليه اي حاجه، نوع فول كويس قوي عند بتاع الفول. قلت له عايز فول قدره، فوله فولتها اهي. هقلب الفول مع الطماطم والبصله، التسبيكه بتاعته. بصوا لون الفول بقى جميل ازاي حضراتكم. الله، ريحته ولونه يجنن. الطماطم مع فص ثوم مع التسبيكه بتدي طعم حلو قوي للفول. والبصله اهم حاجه، البصله حضراتكم. فطار يوم الجمعه ده مع الاولاد، مع بصلتين خضر، عودين جرجير، وعيش بلدي، ما اقولكمش بقى حضراتكم بيبقى جميل قد ايه. وبالف انا وشفا والله، بيبقى طعمه حلو جدا. ابدا حضراتكم ادحرج البيض بتاعي. انا سلقه طبعا، كلكم تعرفوا تسلقوا البيض. نزلت شويه زيت في الطاسه صغيرين، وهنزل عليهم بالزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. مكعبين زبده. هنزل بالبيض. ندحرج البيض كده، ندحرجه في الزيت والزبده. البيض المدحرج ده حضراتكم بيبقى طعمه حلو جدا. تغيير يعني، تغيير في البيض للبيت للولاد يوم الجمعه اجازتهم. شفتم حضراتكم بيرقص في الطاسه ازاي من فرحه التحمير بتاعه والدحرجه. مساء الفل او صباح الفل على حضراتكم. ندي رشه ملح الاول خفيف كده. عندي شوية كمون عشان الفول يبقى اديني طعمه برضو حلو. شوية فلفل اسود، يبقى ملح كمون فلفل اسود. نعمل بقى الطبق الحلو مكمل للفول والبيض المدحرج اللي هو البتنجان ابو دقة. ايه رأي حضراتكم؟ هاي شوية توم مهروسين. شوية ملح. فلفل اسود شويه صغيرين، مش فلفل مش كتير، بس عشان تدي طعم. الكمون بقى ده مهم قوي، هديله شويه كمون محترمين كده. تمام، معانا قرن فلفل محترم هنقطعه فوق الدقه بقيه الدقه بتاعتنا. شويه بقدونس عشان يظبطوا اللون بتاعي معايا. ابدا ادقهم بقى في اللون بتاعي. انا بحب الدقه بتاعت البتنجان ادقها في الهون، في الهون ليه؟ بحبها تبقى خشنه شويه ويبقى ليها طعم كده
الفلفل مع الثوم مع الكزبره مع البقدونس اسف، معايا قرن فلفل احمر ده عشان تظبيط الدقه بقى بتاعتنا، نقطعه كده هيديني لون حلو برضو يكسر اللون الابيض والاخضر. بصوا الدقه بتاعتنا بقى لونها ايه، تحفه، بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله، تهبل ريحتها بصراحه. انا عايز اللي ياكل بتنجانيه يبقى مبسوط. بشوية خل وعصرة ليمون عليه، الليمون ده مهم مع الخل كمان في التوابل بتاعتنا، بقية الليمونة انا بحب اعصر الليمون مانوال. التفل بتاع الليمون ده حضراتكم مهم جدا، ده هو ده اللي فيه البهاريس بتاعته دي، بحبها جدا، بيبقى طعمها حلو مع الواحد وبياكل بيحس انه بياكل معاه ليمون. اقلبهم مع بعض كده، معايا بقى شوية بتنجان انا قليتهم مع شوية فلفل حار كده طعم الحلو الدهن. بصوا البتنجانة مش مبزرة من جوه ولونها جميل ازاي، اهم حاجة البتنجان ما يبقاش مبزر. هاخد الدقة بتاعتي كده واحط البتنجانة كده الدقة وانزل بيها هنا كده، ناخد التانية عندي رشة جزر مبشور فوق الوش كده، جزر مبشور طبعا حلو بيدين طعم حلو برضو. الله على ريحة الفول وجمال الفول، يعني عايز اقول لكم طبق الفول ده ما تلوش لعدوينكم عليه. بكده حضراتكم عملنا احلى فطار بتاع يوم الجمعة لمة العيلة، هيعجبكم جدا، جربوه ودقوه وقولوا لي ايه رأيكم واكتبوا لي. بألف هنا وشفا، مع تحياتي عبد سعيد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.